بون السلام عليكم، معكم وليد مهاجري. بون حوانا بليزير كيستيون، أسئلة عديدة وصلتني حول لماذا لا توجد فيديوهات من الحجر الصحي، لماذا الصحفيون لا ينتقلون إلى مصلحة الأمراض المعدية من أجل نقل واقع هذو اللي راه موجودين في الحجر الصحي. أيضا هم يسألوني كثير علاش ما كاش فيديوهات للجنازة، علاش ما كاش فيديوهات للميتين كيفاش يدفنوهم وكذا، حتى ربما يصدقوا الأمر. شيء بسيط وبسيط جدا، هو أول شيء إذا درنا يمنع منعا باتا التقرب من أي كان من مصالح الحجر الصحي أو غرف الحجر الصحي، يمنع منعا باتا إلا من الطبيب أو الممرض، وهؤلاء يكونوا لابسين لباس خاص ومعقم حتى لا تنتقل العدوى لهم. لذلك يمنع من أي صحفي أو من أي كان، حتى من قريب المريض يمنع دخوله حتى انتهاء فترة الحجر الصحي. هؤلاء بالنسبة للأشخاص المصابين والمؤكدة إصابتهم بفيروس كورونا. في فيديو قصير حتى لا أطيل عليكم، أيضا الناس تسأل علاش ما كاش فيديوهات تاع الجنازة، هذا احتراما لمشاعر احتراما لمشاعر العائلة فقط، ما كاش فيديوهات. أيضا ما تقدرش تحضر الجنازة، لماذا؟ أول شيء من يحضر الجنازة وكيف؟ ليحضر الجنازة الكثير من الدول أو كثير أيضا من منظمات الصحة تقول على الأكثر 6 أشخاص من أهل الميت هم فقط الذين يحضرون مراسم الدفن. لماذا؟ حتى لا ينتشر العدوى. هؤلاء الستة على الأكثر، قلنا على الأكثر ممكن 4، على الأكثر يلبسون لباس خاص ويكون معقم، ويدخلون الميت يشهدون غسل الميت وكفنه وتكفينه، ثم الميت يعقم، يعني الميت رحمه الله يغسل بطريقة شرعية ثم يكفن ثم يتم تعقيمه، أيضا يوضع في كيس بلاستيكي حتى لا ينتشر العدوى. العديد من الدول الأخرى تضع الكيس أيضا، كيس الذي يوضع فيه الميت، وتضعه أيضا في صندوق خاص لكي يدفن. هذه أمور لازم يقوموا بها حتى لا تنتقل العدوى لأهل الميت، لأنه ممكن جدا وكثير منظمات الصحة العالمية تقول أنه الميت يبقى ناقل العدوى لمدة معينة لأن الفيروس ما زال عايش فيه. 2، حضور الجنازة يمنع منعا باتا حضور الجنازة سوى يكون واحد من وكيل الجمهورية، ربما واحد من الأجهزة الأمنية، وواحد من الصحة، وأيضا 6 من أهل الميت ليحضر الجنازة حتى لا تنتقل العدوى. وش حنزيد نقول لكم؟ أيضا فيها يعني طالعت في بعض منصات إعلامية، خاصة ربما نذكر منها الكويت مثلا، علماء الكويت أفتوا بعدم جواز غسل الميت المصاب أو بفيروس كورونا، مؤكدين سقوط واجب التغسيل، حيث قال، ركزوا مليح، حيث قال عميد كلية الشريعة السابق وعضو هيئة الفتوى في الكويت الشيخ عجيل النمشي. الشيخ عجيل النمشي قال أنه إذا توفي أحد مصاب بفيروس كورونا ويحتمل انتقال العدوى لمن يغسله فيسقط الغسل، فيقوم بتيميمه، يعني بالتيمم. وإن وجد احتمال انتقال العدوى بالتيمم فيسقط الغسل عفوا والتيمم لضرورة الحال. هذا وفقا لصحيفة الرأي الكويتية. وهناك العديد من الدول الأوروبية مثل الصين، أيضا حاليا إيطاليا أصبحت تجد صعوبة كبيرة في الدفن، لذلك أصبحت تحرق موتاها. احنا الحمد لله يعيط 6 من الأشخاص على الأكثر من أهل الميت، الأقربون إليه كثير يحضرون، يلبسون لباس خاص ويكون معقم، يحضرون ربما لمن يسمح لهم الشرع الغسل، يسمح لهم بوجودهم في غسل الميت، تكفينه ويوضع في كيس بلاستيكي مغلق حتى لا تنتقل العدوى، ويتم دفنه بالطريقة الشرعية، ولا يحضر يعني مراسم الجنازة الكثير من الناس، ذلك تفاديا لانتشار العدوى. إن شاء الله الفيديو كان خفيف عليكم، وش قلت هذا يعتمد الصح والخطأ، أيضا يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، لذلك الإنسان يزيد يحوس في المنصات الشرعية وش يقول الشرع، أيضا في المنصات الطبية كمنظمة العالمية للصحة يقدر يشوف ثم، والله أعلم. معكم وليد مهاجري، سلام.